بسم الله. دلوقتي وانت شغال في الموديل، عايز تأكد ان الشغل بتاعك سليم ولا فيه اي مشاكل؟ برضو عايز تسلم الموديل ده للكلاينت او للعميل او لأي حد، فعايز تأكد قبل ما تسلمه له ان الشغل ده سليم ولا لا. ففي عندي كتاب صغير يساعدك ان انت تحط صباعك في عين اي حد يعترض، اللي اسمه بيم بروتوكول فور روتوديسك كيرفيت موديل فاليديشن تشيك ليست. هو بيديك بعض العناصر، بتقول الحاجه دي اتحققت، الحاجه دي ما اتحققتش، طب لو ما اتحققتش هتخانق مع مين، مين اللي اروح اقطع له الهدوم بتاعته في وسط الشركه وبتاع. فهو في الاول بيقول لك كلام عادي، اكتب اسم الموديل، التاريخ، مين اللي عد الموضوع دوت، مين الابروفت. وبعد كده بيديك بعض العناصر، هل الشيك موديل فايل نيم، هل الاسامي دي هي زي الستاندرد ولا لا، هل كل اليوزر عامله سيفت سنترال وعملوا ريلينكش ولا لا. ده انت تاخد نسخه من الموديل على جنب بعيد عن الناس بحيث تبعتها للكلاينت. ريفيو اند فيكس اول وورنينج، هل الاخطاء رسائل الخطا اتحلت ولا لسه فيه، هل كل الفاميلي زي الستاندرد ولا لا، اللاين ستايل التسميه بتاعتها زي اللي احنا متفقين عليها ولا لا، الورك سيت، الدوكيمنت فيسز، الموديل ماتريكس تعمل اوديت ولا لا، الشيت اللي هو التواريخ كلها بتبقى مظبوطه ولا لا، البروجكت انفورميشن هل هي ولا لا، هل انت في حاجات اوتوكاد انت سحبها ولسه موجوده، هل الوانتد ديزاين اوبشن في حاجات انت كنت عملتها ومفروض اتلغت تروح شايلها، هل في بعض الفيوهات موجوده وهي مش موجوده في الشيتات معنى كده انها زياده، وهكذا. بعض العناصر بتبدأ تعملها تشيك بحيث تأكد ان شغلك سليم. وبالتوفيق ان شاء الله.